يوم واحد يفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة 13 من موسم طنطان الثقافي الذي يقام تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية بمشاركة واسعة من دولة الإمارات العربية المتحدة. موسم طنطان يقام هذه السنة تحت شعار موسم طنطان موروث ثقافي مغربي ببعد إفريقي من قبل منظمة اليونسكو، اللي أكدت على أن أحد روائع التراث الشفهي غير المادي للبشرية، وأن يحتفي بالثقافة البدوية وفراسة أهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نحن لنا السنة الرابعة المشاركة في مهرجان الموسم بالتعاون مع مؤسسة المقار. مشاركتنا السنة إن شاء الله فيها عدة فعاليات. الجديد مشارك معنا جهاز أبو ظبي للرغابة وشركة الفوعة للتمور. كذلك طال عمرك عندنا الفعاليات اللي هي التراثية اللي تخدم جميع أقاليم المناطق الجنوبية، من سباق الإبل ومسابقة المحالب ومسابقة المزاين. السنة طال عمرك حتى مسابقة المزاين من كثرة المشاركين ضفنا طال عمرك، كانت العام شوطين وهذه السنة ثلاث أشواط. من ناحية سباق الإبل عندنا شوطين إن شاء الله يوم السبت، وعندنا سبع أشواط أو ثمانية يوم الأحد، وعندنا اللي هو السباق الختامي شوطين، شوط للحول وشوط للزمور. فهذه السنة بعد اللي هي طال عمرك أهم شيء عندنا أنه بيكون تدشين اسم للميدان يحمل اسم المغفول له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن. وشكرا لقناة بينونة. تهدف المشاركة الإماراتية اللي تشرف عليها وتنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبو ظبي لتعزيز التعاون الثقافي لدولة الإمارات مع مختلف الدول بشكل عام، خاصة تقوية روابط الجسور التاريخية والحضارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي، وإيصال الرسالة الحضارية والإنسانية للدولة الممزوجة بعمق التراث الإماراتي الأصيل.